شهد إقليم كردستان خلال السنوات الماضية حملة أعمار وازدهار كبرى جعلت من الإقليم مثار إعجاب العديد من الأوساط المحلية والإقليمية والدولية. معنيون بمجال الاستثمار أكدوا نجاح تجربة إقليم كردستان في الاستثمار بالرغم من التحديات والعقبات. تفاصيل أوفى مع عباس الأركوازي. بعيدا عن أعمال العنف في وسط وجنوب العراق، يشهد إقليم كردستان تطورا وازدهارا سريعا، فالأوضاع الاقتصادية في الإقليم تنمو بشكل متواصل مقارنة بباقي مدن العراق. طبعا أكيد ناحية الاقتصاد اليوم أصبحت ناحية أساسية في بناء المجتمع، فالاقتصاد يعني هل هو دي يمشي البلد، والاقتصاد مرتبط ارتباط وثيق بالناحية الأمنية. قبل مثلا ناس يعني يشترون مثلا مواد كهرباء أساسية، هسه الحمد لله الناس توجهاتهم كلها نحو المواد ليست الضرورية وإنما الكمالية. قبل الواحد مثلا جاني يشتري جي ثلاجة، هسه لا، يشتري أكثر من مادة، يقوم يدور موديلات حتى ينعكس على موضوع السيارات. إقليم كردستان هسه الله من فضل علينا على قاطر كردستان، العالم كله توجه نحو الموديلات الحديثة ونحو الموديلات الفارهة. ويتمتع الإقليم حاليا بنمو اقتصادي يصل إلى 12% وفقا للجنة الاستثمارية في الإقليم، في حين يتوقع أن تصل نسبة النمو الكلي في باقي أنحاء العراق إلى 9% هذا العام وفقا لصندوق النقد الدولي. وشجع استقرار أوضاع الإقليم نحو 800 شركة غالبيتها من تركيا المجاورة للإقليم على الدخول إلى أسواقها، مستفيدة من قانون الاستثمار للإقليم لعام 2006 الذي يعفيها من الضرائب على الاستيراد والاستثمار على مدى 10 سنوات الأولى من العمل في الإقليم. استطعنا أن نحدد شروط خاصة للمستثمرين في إقليم كردستان، والتي جعلت من إقليم كردستان محل استقطاب المستثمرين. من هذه الشروط حرية نقل الأموال في أي وقت كانت، نقل الأموال قصدنا هنا نقل الأرباح الناتجة عن الاستثمار في أي وقت كان، وكذلك حرية جلب العمال. هم الشركات الاستثمارية مخيرة بين استخدام العمال المحليين أو جلب العمال من الخارج حسب مقتضيات العمل أو حسب ما يراه المستثمر. هذه نقاط جعلت من الاقتصاد من الازدهار الاقتصادي والاستثمار في إقليم كردستان ناجحا بخلاف ما موجود في وسط وجنوب العراق. وسر هذا الازدهار والتطور هو الأمن، حيث تمكن الإقليم من الاعتماد على نفسه بشكل كبير عن باقي مناطق العراق، وذلك على مدى أكثر من عقدين من الزمان. وبالإضافة إلى فارق الوضع الأمني بين الإقليم ومناطق العراق، هنالك فوارق كثيرة أخرى بينها الفساد المالي والإداري. بالنسبة لشركات الاتصالات الموجودة داخل العراق، عندما تريد تختار مقرها الرئيسي فراح تختارها في إقليم كردستان، ولذلك هو سبب بسيط، استقرار الوضع الأمني في إقليم كردستان، حتى إذا كان الشركة تغطي إنتاجاتها كل العراق. لفضائية كركوك، عباس الأركوازي.